طيب إذا سرقوا فقط ما قتلوا، فقط سرق، هؤلاء يصدق عليهم الحكم الثالث، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومعنى قطع الأيدي والأرجل من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، يعني يمين مع الشمال. أما قطع اليد فمن الكف، ما بين الكف والساعد، هنا هنا تقطع اليد، تقطع الكف كلها إذا سرقوا. أما الرجل فجئنا بصورة للرجل هنا حيث نعرف كيف تقطع رجل السارق، وقد فصلنا ذلك في باب الفقه في دليل الطالب، لكن هنا في التفسير هذه الآن الرجل القدم تقطع هنا، هذا المفصل، هذا هنا المشط كما يقال، هذا. أما العقب الكعب هذا يترك ما يقطع حتى يستطيع أن يمشي على قدمه، وإنما يقطع هنا من هذا المفصل هنا إلى الأصابع، هذه التي تقطع وتبقى قدمه قائمة حتى يستطيع الوقوف عليها. تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إذا سرقوا فقط.